عليه ولا يسمع عليه. من بين الشباب الذين يحملون المشعل اليوم ويؤكدون على ضرورة الاحتفاظ بهذه الذاكرة الوطنية الخالدة، والذين كذلك لهم إسهامات كثيرة حتى على منصات التواصل الاجتماعي، الشاب إسعد رفاعة المهتم بالتاريخ من ولاية سطيف معنا على المباشر عبر الهاتف. أسعد، أنت في الاستماع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب أسعد، دعني أعرف الجمهور فقط، أنت لست باحث في التاريخ ولكن أنت مهتم كثيرا بالذاكرة الوطنية، أنت ابن مدينة سطيف وتحديدا جنزات التي تعد معقلا من معاقل الثورة الجزائرية المجيدة. حدثني أسعد عن جنزات. نعم، كوني كشاب منطقة جنزات من ولاية سطيف، هذه المنطقة تقع في الشمال الغربي لولاية سطيف في عالي الجبال، منطقة القبائل. نعم. جنزات كما سبق وذكرت أنها معقل من معاقل الثورة المجيدة. نعم. أنجبت الكثير من المجاهدين والشهداء. على سبيل المثال إن أردت أن أذكر البعض من أسمائهم. تفضل. قدمت جنزات للجزائر نخبة من الرجال والنساء من أسياد التاريخ. فقد كتبت أسماؤهم بكتب بحروف من ذهب. هذه المنطقة أنجبت أسود وأشاوس في التضحية والنضال. على سبيل الذكر لا الحصر فقط أستاذ شعبان، نعم، نذكر كحال أرزقي الشهيد ذبيح شريف وهو أحد أبطال معركة الجزائر مع علي لابوانت، نعم، الشهيد خليفة أبو خلفة، الشهيد أحمد بوقرة قائد الولاية الرابعة، نعم، الشهيد علي نعمر ميدوني محمد الشريف بوزنات أحمد سالم وهو كأول شهيد في شمال منطقة شمال سطيف بوزنات أحمد سالم، نعم، شهيدة مليكة قايد وهي المرأة الوحيدة للذكر، هي المرأة الوحيدة التي شاركت في مؤتمر الصومال، وكذا شقيقها المجاهد والمؤرخ مولود قايد والمجاهد دكتور شوقي مصطفاي، والقائمة على كل حال طويلة لا يتسع عرضها في هذا المقام. نعم. طيب أسعد، حدثنا عن تلك المقالات التي تكتبها عبر المنصات الإلكترونية، مقالات يعني رائعة تخلد من خلالها كل هؤلاء الشهداء وحتى المجاهدين بالمنطقة، وتركز على تلك البطولات وتلك التضحيات التي قدموها لهذا الوطن. أنت كشاب اليوم، شاب من هذه المنطقة ونحن نعيش نفحات عيد الاستقلال والشباب، أنت كشاب كيف استقبلت عودة رفات مجاهدي أو شهداء المقاومة الشعبية إلى أرض الوطن ودفنهم في تراب هذه الأرض الطاهرة؟ مثلا كوني كشاب درست علوم إعلام واتصال، أنا جد مهتم بالجانب الثقافي والتاريخي خاصة ما يتعلق بالمنطقة. ومنذ كنت طالبا في الجامعة كنت أهتم بجمع الصور التاريخية للموروث الثقافي والتاريخي للمنطقة وكل ما يتعلق بالمنطقة عموما. كنت أكتب عدة مقالات يعني عن ذلك وأنشرها في شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات بهدف واحد وهو مشاركة المعلومات مع الأعضاء وسكان المنطقة أينما وجدوا، وكذا التعريف بالمنطقة يعني بين الأوساط. عادة ما أقوم ببحوث وحوارات مقابلات ولو بوسائل بسيطة على مستوى الشباب من أجل الوصول إلى تلك المعلومات. أما بالنسبة لاسترجاع وفاة 24 شهيد من رجال المقاومة الشعبية من بينهم شريك بغلا، هذه الوفاة بقيت أزيد من 170 عام في المتحف التاريخي الطبيعي بباريس بفرنسا. يعني مثلي مثل كل شعب الجزائري وكل شاب غيور على وطنه، أنا جد فرح بهذا وشيء مشرف للجزائر أنها استرجعت جثث وجماجم أبنائها، ولأنهم جزائريين من دمنا، وكما يقال إكرام الميت دفنه وليس عرضه في المعارض في الدولية أو في معرض فرنسا. نعم. أسعد رفع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية، نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى كذلك أن تكون نموذجا لعينة كبيرة وشريحة كبيرة من الشباب اليوم من أجل حفظ هذه الذاكرة. أعود إلى الدكتور محفوظ عاشور، اليوم هذه الشهادات، هذه الوقائع، كل هذه المعلومات، كل هذه الأرشيف، الصور، من المسؤول عن جمعها؟